شايفين دول ألمان قاعدين في وسط الجمهور الإنجليز. What are you doing, Sam? Yup. بلوج جديد. ما قدرتش افوت الفرصه دي. انتوا طبعا عارفين قد ايه انا بحب اشجع الستات والكوره، فالماتش في ويمبلي ونهائي اليوروز وانا بتفرج على كل الماتشات بتاعه انجلترا وحتى ماتشات شويه منتخبات تانية. فانا هنا النهارده ويا رب ان شاء الله انجلترا تكسب، ما يبقاش زي يورو الولاد في الفاينل في ويمبلي نفس الجرح تاني. وبليز اتفرجوا على البلوج حتى لو انتوا مالكمش بالكوره النسائيه، شجعوها كده وان شاء الله في مصر الكوره النسائيه وفي العالم العربي كله تتحسن احسن واحسن. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات، وان شاء الله نشوف بقى الفرق ما بين الكره، يعني الاجواء في كره الولاد وفي كره البنات. سيبوا لي دايما رايكم في الكومنتس ويلا بينا. ده تاني ماتش احضره في اليوروز. طبعا الماتشات ما كانتش في لندن لحد الفاينل، يعني الفاينل اول حاجه تبقى في لندن وفي ويمبلي. واول ماتش حضرته كان في دور المجموعات. اللي عامل لي فولو على انستغرام كان هيشوف ثلاث ارباع اللي موجودين في المدرجات صغيرين، يعني شكلها رحلات مدارس وحاجات كده واهالي واخدين ولادهم وكده، وصوت التشجيع عالي قوي وما بيقفش ولا لحظه، بس كله صوت اطفال. فالموضوع مؤثر قوي قد ايه اجيال كامله هتطلع حاسه ان عادي انها تبقى لعيبه كوره بنت، يعني وانها دي ده حاجه عاديه بيروحوا يتفرجوا على الماتش. فكنت متاثره قوي. فهنشوف طبعا دلوقتي في الفاينل هيبقى ايه النظام، بس يعني متحمسه اني اشوف. واهم حاجه بقى عايزه بس اقول ان انا عايزه اشكر نور. انا كتبت على انستغرام اني مش عارفه اجيب تذكره للماتش، عندي مشكله في الاكونت بتاعي، وهو بعت لي قال لي ان هو عايز يجيب لي تذكره، وفعلا جاب لي تذكره واتسحل عشان بيسالوا مليون سؤال عشان يجيب التذكره، وجابها هديه تماما بجد. اداها لي هديه، تعب قوي عشان يجيبها. ألذ حاجة حصلت لي بجد، ويعني ميرسي قوي يا نور. أنا قلت له إن البلوج ده إهداء لي، وبرده ده مش كفاية إني أشكره يعني على الحاجة الجميلة اللي هو عملها والفرحة اللي فرحها لي، فميرسي قوي يا نور. وحاجة كمان لسه قارياها ويعني لفتت نظري قوي، إن في الخمسينات ألمانيا منعت الكرة النسائية، وقالوا السبب إن أجسام الستات ما تستحملش إنها تلعب كورة. فهم بيقولوا يعني الألمان مبسوطين قوي إن يعني ان الدنيا اتغيرت وما بقاش بيتقال بقى حاجات زي دي. فيعني هما بيحاولوا في اوروبا كلها يعملوا يعني توعيه على ان الستات قادره انها تلعب كوره وتكسب وتلعب كوره حلوه. يعني انتوا لو بتتفرجوا على كوره هتلاقوا بجد مستوى من الكوره هايل يعني. فان شاء الله بس ياخدوا فرصه ويفضل ده العادي والدوريات تبقى قويه ونلاقي الكوره بتتقدم اكتر واكتر واكتر. وعاملين حمله في انجلترا طبعا. اللي عامل لي فولو على انستغرام بيشوف الناس اللي بتبعت لي كومنتات بتضايقني زي مكانك المطبخ روحي على المطبخ. وبعدين عاملين بقى حمله في انجلترا، شوفوا الصدفه، جوردن هندرسون واللعيبه الرجاله عاملين حمله توعيه. وفي الحمله دي بنشوف ان لعيبه كره الانجليزيه زي لوسي برونز بيجي لها رساله من ناس بتقول لها ارجعي على المطبخ، يعني نفس بجد اللفظ حتى في انجلترا. جوردن هندرسون وكده بيروحوا طالعين قايلين ان ده مش مقبول، وان احنا لازم نغير السكسيزم ده والعنصريه ضد الستات، وان دورنا احنا كرجاله ان احنا نحارب الموضوع. فالاعلان حلو قوي ولايق قوي على اللي انا بعاني بيه. فانا الماتش ده حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. وانا على فكره انا مش بقول ان الكره النسائيه او ان الستات بتلعب كوره احسن من الرجاله، لا طبعا ومفيش مقارنه، بس لازم برضو نخلي في بالنا ان الكره النسائيه حاجه جديده قوي. يعني لو ادينا للستات وقت اطول واطول واطول الكره هتتحسن، يعني كل ما تدينا وقت واهتمام ريسورسز يعني تمولهم وكده ان شاء الله هتتحسن اكتر واكتر واكتر. معلش الهوا بس مفيش اي مكان اقعد فيه، فقعدت على الارض. بصوا جبت اكل من السوبر ماركت وقعدت على الارض عشان اكل. بجد ما تسالونيش انا باكل ايه، كل الاكل خلصان. انا بجد قاعده اكتر قاعده مش مريحه في العالم، والاكل قاعد يطير ومش عارفه اعمل ايه بجد. بصوا بجد كل الناس وهي مروحه بتمشي في الطريق ده، الموضوع بيبقى مأساة. يعني اكتر ستاد بكره هروحه هو ويمبلي
عشان وانت مروح تقعد 3 ساعات على رجلك بتحاول تركب المحطة او تروح المحطة تركب القطر. اي حد متابعني من زمان هيعرف ان انا بحب اروح استاد ويست هام وامبلي عشان فيهم الفشار الكبير ده، فانا بحب السناك دي، فان شاء الله هجيب له الفشار الكبير. هاخدكم لفه وامبلي، طبعا يعني من اكبر الاستادات هنا في انجلترا، والاكل بقى في كميه حاجات ممكن تاكلوها، يعني اكنك رايح فود كورت بجد من كتر الاختيارات. بس برضو مفيش حاجات صحيه، يعني عندي مشكله ان كل الاكل اللي في الاستادات بيبقى بيتخن ومش صحي، فيعني اهو الفشار اللي انا بحبه. رحت عشان نشتري الفشار بتاعي، وهو في حاجه جديده حصلت في انجلترا الصيف ده، ان بقى لازم كل مكان يقول فيه كام سعره حراريه في الاكل اللي هما بيحطوه، وانا بقى الموضوع ده مضايقني قوي. المهم بقى بتاعت الفشار اللي انا كنت بجيبها، اللي فاكره نفسي بقى صحيه ومش عايزه اتخن، فيها 1300 كالوري، يعني بجد اكني اكلت وجبه من ماكدونالدز تقريبا. فلفيت ورجعت بقى، مش عارفه هجيبها ولا لا يعني، بس يعني اتصدمت بصراحه. ممكن تملى بقى الازازه بتاعتك لما تفضى من هنا ببلاش، كل دير يعني من الاخر. ده في محل عنده بيجل بالطعميه، يعني من كتر ما بجد بيبيعوا كل حاجه هنا. لقيت اختراع طعميه تاني اسمه فلافل دوج، يعني بدل الهوت دوج حاطين كده كور طعميه في العيش بتاع الهوت دوج. خلاصه الموضوع ان الطعميه واكله الجو قوي في انجلترا وفي ويمبلي، فاللي عايز يجي يفتح محل طعميه هنا يلا. يعني اسامي المطاعم على اسم حاجة مهمة حصلت في ويمبلي، يعني هنا بقى ايفل كنيفل تقريبا نط من فوق 13 اتوبيس، واهي الصورة. بعدين هتلاقوا بقى كل مطعم على اسم حاجة. ده FA Cup Final اهو 1973، جيمي مونتجومري دبل سيف، عمل 2 سيف في واحد. في انجلترا برضو منعوا الستات منها تلعب، ما منعوهمش ان هم يلعبوا عشان ما يقدروش يعني يمنعوهم، بس الاف اي قال خلاص مش هيبقوا اوفيشال. بس ده في العشرينات، يعني الغريبه انها في المانيا حصلت في الخمسينات، فده يعني غريبه. بس في العشرينات برضو الموضوع كان غريب، عشان وقت الحرب العالميه الستات نزلت المصانع وكده، فكان الموضوع غريب ان هم يحاولوا يوقفوهم، وقبل ما يتوقفوا على طول يعني الايرلي 20s او في اخر 19 كان بيروح ناس كتير قوي يتفرجوا عليه، فمنعوهم. قالوا جالنا شكاوي كتير قوي ان الستات بتلعب واللعبه دي مش للستات. انا مش عارفه ليه ممكن حد يشتكي، طب ما تشاركش، ما تروحش تتفرج، بس ليه ممكن يبقى مضايقك ان في حد بيحب لعبه بيروح يلعبها؟ يعني حاجه غريبه قوي بجد. وفي الاول لما الستات كانت بتلعب كوره كانوا لازم يلعبوا بكرسي، اللي هي البتاعه اللي بيلبسوها كده بتاع غلسه، يعني ممكن تشوفوها على جوجل، ولازم يلعبوا بجزمه بكعبه عاديه عشان ما يحسوش ان هم مش ليدي لايك، يعني ان هم بيتعاملوا اكنهم مش ستات. لما رحت ويمبلدن في التنس عندهم متحف جوه ويمبلدن بيوريك الستات كانت بتلعب تنس لابسه ايه، ولازم اصلا تشيلها من كتر ما اللبس والفساتين كانت تقيله قوي قوي قوي. فانا متخيله ان في الكوره هيبقى نفس الحاجه بالظبط، فالحمد لله ان دلوقتي ممكن يلعبوا لابسين عادي تيشيرت وشورت وجزمه كوره عادي.
المان قاعدين في وسط الجمهور الانجليز، يعني اصلا دي حركه غلسه يعني، خلاص عادي ما لقيتوش تذاكر خلاص، والناس ساكته ومحدش كلمهم، بس رافعين بقى علم، جايبين علم كبير ورافعينه الماتش كله. اصلا الناس مش بترفع العلم عشان اللي وراك يشوف، هما بقى رافعينه الماتش كله مش راضيين ينزلوه، الناس قاعده تقول لهم احنا مش شايفين، مش راضيين ينزلوه. مبدئيا الرزيعه، طبعا في رزيع بنات كتير وفي رزيع بنات بيتفرجوا عليا، بس ثلاث ارباع اللي بيشجعوني وبيتفرجوا عليا هم اولاد ورجاله، وانا عمري ما كنت هعرف يبقى عندي الثقه دي واعمل كل ده من غيرهم. فبجد هي عمرها ما هتحصل من غير الرجاله، اهم حاجه في المشوار بتاع ان البنات يبقى عندها ثقه تتكلم وتلعب كوره وتعمل اللي هي عايزاه. وطبعا غير الولاد الرزيعه، يعني الولاد اللي زي مروان اللي كان عنده ثقة فيا واداني الفرصة دي، واحمد طبعا، ويعني كل الرجالة اللي في حياتي والرزيعة كلهم الولاد والرجالة، ميرسي قوي 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 بجد، ويعني يا ريت تكملوا والله، انتوا اهم حاجة. لما تلاقوا بنات بجد عايزة تتفرج على كورة وتبقوا قاعدين معاهم، ردوا على اسئلتهم، حاولوا تشاركوهم، شجعوهم، عمركم ما تتريقوا، عمركم ما تستقلوا، دايما يلا نحاول بجد نخلي الكورة دي لكل الناس، والله كلنا هنبقى اسعد. جبت المشوار في الاخر، مش اكبر مقاس بس كبير. الشوط الثاني لسه بادئ، ويعني من رايي الشوط الاول انجلترا كانت مسيطره، الانجليز متضايقين قوي من الحكمه، يعني كانت بجد بتذلنا عشان تطلع اي كارت لالمانيا، بس يعني ربنا يستر. يا كره خطر بس. رقم 23 خدتها، معرفش لو انتوا شفتوا في الماتش اللي فات، جابت جون حلوه قوي، كعب كوبري وهي مش باصه، فلو ما شفتوهوش ارجعوا شوفوها عشان تفهموا ليه كان التشجيع ليها كبير قوي. انجلترا الرجالة وانجلترا الستات، يعني خلاص بجد لو وصل لبنالتيز وانجلترا خسرت يبقى بجد خلاص، يبقى ماليش اي حاجة في البطولات القارية. يا رب خير ان شاء الله. انا بجد 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 بفرح اكسترا تايم، يعني مش عارفة اعبر عن دوري الاكسترا تايم ازاي، معرفش بقى انتوا بتحبوه ولا كنتوا بتحبوا افضل جولدن جول مثلا، يعني ايه رأيكم باكسترا تايم وحاسين ايه ممكن يتعمل بداله؟ Yeah.
قبل يعني قبل ما كل الناس تمشي على طول على طول على طول عشان الحق اروح عشان تعبت شويه. كان يوم طويل قوي وكنت بسرع عشان الماتش كله، فحسيت اني دايخه كده وانا كل ما اقوم اقف اشجع يعني وكده، فقلت احاول امشي عشان ما اقعدش 4 ساعات بروح. ويوم الحد الطرق مش سالكه قوي، خفت اتسوح وانا ماشيه في راجل بتاع تلفزيون ندهني وقال لي هل انت كده شايفه ان اوفيشلي الستات اجمد من الرجاله احسن منهم يعني السوبيريور ليهم؟ فقلت له لا طبعا شايفاهم زي بعض والمفروض ياخدوا حقوق زي بعض. وده قال له ايه، كنت عايزه اكمل كلام في مترو الانفاق بس هو بيكون دوشه قوي فقلت هكمل دلوقتي. المهم يعني قلت له لا طبعا مفيش حاجه اسمها البنات احسن من الولاد، وبجد عايزه اقول كده تاني يعني عشان الناس بتفهم الناس اللي بتشجع حقوق المراه غلط. يعني عمر ما حد او مش مفروض اي حد لو حد بيقول كده يبقى هو غلطان يعني يحس ان البنات احسن من الولاد، ولا اصلا المقارنه ما بين منتخب البنات ومنتخب الولاد ملهاش اي معنى يعني كده كده يعني. بس مبدئيا هي ملهاش علاقه ببنت ولا ولد، اللي يسعى ويتعب واللي موهوب واللي ربنا يرزقه ان شاء الله هيعمل حلو، واللي مش هيتعب ومش هيسعى ربنا مش هيرزقه او مش هيعمل حلو. يعني مش حاسه ان المفروض نبتدي نمنع ناس منها تعمل حاجه او نقف في طريقهم بس لمجرد ان هي بنت او ان هو ولد. فكنت عايزه بس اوضح النقطه دي يعني بس عشان ما حدش مثلا يتضايق او يفتكرني بقول حاجه زي دي. مستحيل طبعا ما فيش اي حاجه اسمها كده. واخر حاجه انا اصلا ما كنتش عارفه اعمل فلوج ولا لا، كنت حاسه انه مش هيجيب يعني ما فيش ناس مهتمه بالكره النسائيه، ومروان طبعا هو اللي قال لي لا اعملي فلوج طبعا. فيا رب يا رب لو عجبكم تدعموني وتقولوا لي يعني ايه رايكم فيه، فبليز مش هتخسروا اي حاجه لو عملتوا لايك وعملتوا شير وعملتوا كومنت لو عجبكم الفلوج، وتقولوا لي برده عايزين اكتر من ايه. ويا رب يكون عجبكم الفلوج. وميرسي تاني يا نور بجد مش عارفه اشكرك ازاي، وكفايه رزق قوي لحد كده.